فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوهينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم إشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم قذف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وارده فأتلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بكس دراهم معدودات وقالوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض